هقدم لكم دلوقتي تقرير يهم أولياء الأمور، خصوصا اللي مركزين في تعليم ولادهم اليو سي ماس. برنامج عقلي مخصص للأطفال بيساعدهم على تطوير قدراتهم الحسابية، بيناسب مراحل عمرية مختلفة. من كام يوم كان موعد مسابقة يو سي ماس مصر الوطنية، واللي اجتمع فيها أطفال من مختلف المحافظات والمدارس على مستوى الجمهورية للتنافس على شرف تمثيل مصر في المسابقة الدولية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. النهارده أول مرة أحضر أكاديمية يو سي ماس. أنا شايف حاجة متطورة جدا، حاجة نفتخر بيها، إن الطفل المصري النهارده معجزة بتحصل مع الطفل المصري. إزاي بنوجه الطفل المصري مش بالتعليم الأكاديمي، إزاي يستعمل ذكائه، إزاي إن إحنا بنوجهه إن هو يستخدم كل حواسه في التعليم وفي الثقافة. الأكاديمية بصراحة يعني حاجة مشرفة جدا، بتنمي فعلا قدرات الأطفال عندنا، ودي السياسة اللي بتنتهجها الدولة طبعا برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيشجع فعلا الشباب إن احنا نبدأ بهم بالأعمار الصغيرة دي، هي دي فعلا المستقبل لمصر ولينا كلنا. احنا بندربهم على حاجة اسمها الحساب العقلي. الحساب العقلي دي رياضة عقلية لتنمية المخ، لتنمية ذكاء الطفل، انه الطفل يبقى يطلع متفوق، وبنطلع نوابغ يعني وعباقرة من يو سي ماس. لان احنا بنؤمن ان اي مجتمع واي بلد بيهدف الى النهضة لازم النهضة تبدأ من الطفل. فاحنا المساهمة اللي احنا بنقدمها في المجتمع ان احنا بنساهم في تنمية الطفل المصري ان هو يكون من اذكى اطفال العالم. من وانا لسه في كي جي وابتدائي يعني، والدي كان دايما بيدور لي في الاجازة على كورسز واكتيفيتيز ان انا ممكن استفيد منها في فترة الاجازة، فلقيت ان في ناس دخلت انا وفي الكبيرة من 2009 ل 2011. خلصنا 2011 كنا بنروح دراسة واجازة، فبعد بقى اليو سي ماس كانت منتاليتي مختلفة تماما، وطريقة تفكير وطريقة تعامل مع الناس مختلفة تماما، لان هو يعني ما خدنيش او ما خلانيش كويس بس في الماث وطريقة الحساب الذهني السريع وكده بس، لا هو يعني كانت اثر معايا من اكبر التفاصيل لاقل وادق التفاصيل. يو سي ماس افاد بنتي كتير، وسع مداركها جدا وحسن مستواها في الماس والساينس، وخلى مستوى الحفظ عندها عالي جدا، حاولت تنظم وقتها وتوفق ما بين الدراسه واليو سي ماس. الحمد لله حققنا اهدافنا، وربنا موفقنا ان احنا اطفالنا في كل مسابقات العالم بيطلعوا اوائل العالم، وده يعني نموذج مشرف جدا. احنا طبعا بنبقى كل سنة بنعمل مسابقة وطنية، وبعدين بيتعمل مسابقة عالمية بعد كده على مستوى العالم، فالأطفال اللي بيطلعوا أوائل مصر بيطلعوا بعد كده أوائل العالم. فده الحمد لله دليل ان احنا حققنا الهدف بتاعنا وساهمنا مساهمة إيجابية. استفدت منها ان انا بقيت شاطر اكتر، و خلتني بقيت شاطر وبقيت بعرف احل ماس احسن. انا اول حاجه كنت قاعد عادي في البيت وكنت بعمل الهوم ورك بتاعي ماشي، فمامتي كانت بتذاكر معايا ولقيتني بستجوبها على طول، فقالت تدخلني اليو سي ماس، فقعدت في اليو سي ماس والمسابقه الاونلاين يعني ما شاء الله عليا طلعت الثالثه على العالم.